شوفوا، أنا الأكل لاحقني وين ما أروح، حتى بسؤال خطر على بالي، والسؤال اللي نزلت اليوم على الشارع لحتى أسأله للناس هو ليش البيتزا مدورة؟ عمره خطر لكم هذا السؤال؟ يلا نسمع أجوبتكم. أول إشي مو بردان عم تاكل آيس كريم؟ لا أبداً، ليش لا؟ الدنيا أجواء بتجنن، اليوم أجواء رائعة جداً صراحة. أول إشي تحب البيتزا؟ بحب البيتزا. يا بدنا نسألك سؤال غريب وشو بخطر عبالك جاوب. وهنا واقفين قدام مطعم بيتزا صراحة، ليه البيتزا مدورة؟ لأنه هيك. طب بتربحين ولا لا؟ بدنا مصاري يعني. نطالب رؤية أنه تصير تعمل جوائز مالية بهي الفقرة. والله أنت اللي بتصورني، شو رأيك وليش البيتزا مدورة؟ ممكن عشان لفت العجينة بالإيد. طب مش كل حدا بلفها بالإيد. ما أنا إيش أعمل، مش كل حدا. هذا اللي بعرف أنا. على شكل الكرة الأرضية عاملينها دائرة، ممكن شطحت كتير. بعرف لأن المربع شو اسمه الباكج تبعها مربع، بتاكل مثلثة فهتكون مدورة، في شكل هندسي ثالث يعني. والله سؤال غريب كتير. عمره خطر لك ليه البيتزا مدورة مش مربعة مستطيلة؟ والله ما خطر لي، لأنه طول عمرنا نشوفها مدورة. تنفرد فرد على الصينية ولازم تكون مدورة عشان تستوي. I think يعني ممكن لأنه اللي عملها كان عاجبه الدائرة، ممكن. طب قديه تحب تكون قيمة الجائزة؟ يعني 50-100. الواحد يدفع فاتورة الكهرباء. ليش البيتزا مدورة؟ هي عشان الناس بتحب اللف والدوران فعملوها دورة. جواب هذا اختراع، بدك براءة اختراع هذا الجواب. هي فكرتها انه عشان كرتونة مربعة فبفكرها البس هندسة او اشي زي هيك، ما بعرف. والله ما بعرف والله بصراحة. وين الذكاء الكوري؟ جاوبني. لا لا انت غلط، انت اخذت الكوري يعني مش ذكي يعني. ليش البيتزا مدورة؟ البيتزا ليش مدورة؟ انها بتزبطش مثلثات الا تكون مدورة. انه قصدك تتقطع مثلثات؟ نعم هيك احلى. شفت اجوبة البنات شو لطيفة وخفيفة، هيك احلى شكلها احلى وهي مدورة. يمكن اذكى. تحب المنسف؟ احب المنسف، بس احلى شيء انا احب مش منسف، مقلوبة. مقلوبة ومحشي. محاشي. محاشي خاصة الورق عنب. يعني لا يغركم انه الدنيا شمس، بس الدنيا تجمد، جمدنا انا وزميلي محمد جمدنا. السؤال ليش البيتزا مدوره؟ لانه بتقطعيها مثلثات وبتحطيها بعلبه مربعه. ما بعرف والله، بيجوز عشانها ايطالي يعني. شو دخل يعني لما يعجنوها تصير مدوره؟ مزبوط، لانه صعب انهم يعملوا البيتزا مربعه او مثلثه. البيتزا هي مدوره ولكن بقصوها مثلثات وبحطوها ببوكس مربع. هذا الجواب اللي هو منطقي، لأنه الأطفال وجوههم مدورة وحلوة زيها فبيحبوا كلهم البيتزا، فعشان هيك اخترعوها مدورة. طب شو الجواب اللي يعني عن جد والله إنه ما حد جاوبنا زيه؟ ليش البيتزا مدورة؟ ليش منطق في السؤال؟ مشان هيك تكوني تغلي وأنت تاكلي فيها الطيبة. شو عارفني؟ مدورة أطيب. تخيلي مثلتين، يا الله مسافات بين هذا وهذا وهذا، بس مدورة غير. بعدين عادي قد الوجه ممكن تاكليها بهالطريقة هاي. البيتزا مدورة، البيتزا الإيطالية في برج بيتزا مدور، عملوها مدورة. أنت من كوريا الجنوبية؟ كوريا الجنوبية مش شمالية. هذا أبو صواريخ. لا طب قلنا هاي بالكوري. أهلا كوري، هاي بكوري. أو بالكوري. بالكوري. كوري. أنيازيو كوريا. سؤالنا لليوم ما فيه إجابة علمية ولكن فيه إجابة منطقية، هن إنه لما يعملوا البيتزا أو عجينة البيتزا اللي هي المكون الأساسي ويقطعوها ويفردوها بيطلع معهم الشكل دائري، ولأنه بحطوها بعلبة مربعة فهاد أسهل لإلهم. وهذا هو جوابنا لليوم ليش البيتزا مدورة.